ابو علب زومبزين زين ابن احرج مصطفى مصطفى بودي باتل فيد باتل فيد فيه هاي تبيع كل الاضافات والبريميوم والدنيا كلها سعرها سعر القرص 70,000 تريد ايش؟ ب 24 دولار فماكو شيء والله انا راح اشتريها هسه بتلفيض بكل الاضافات بيش؟ ايه ب 24 دولار ب 24 دولار فوانا باكر زيد زيد راح اشتريها زيد راح ابيع بتلفيض هاي الفرص واشتريها اقول لك 25 دولار بيش يصير انت؟ 32,000 20 دولار 32,000 ها؟ والخمسة ماكو خمسة 10 دولار اكو سبعة ولا كانت ادري شنو اكو سبعة؟ شوف راح حساب اماراتي قو غير وش كذا الحاكس صرت الوضعية عندي 90 عندي 95 وبيع الباتر وبيع الباتر ب 30 30 ألف عشان بيها كل دولارات لا صدق والله بالنسبة لي راح أسوي حساب إماراتي يعني أقلع لا يا ابي لا يا ابي لا لا تقدر تساعد عندك اي شيء مو سالي ثاني ما في حسب ما سالي ثاني ما العب كاجوال حسب ما سالي ما العب والله طقوني طقي خرب هاي ليش يا ابو مصطفى حق انا رسلت مكتب مكتب رافلت مكتب بيج بيج هذول يشترون سعر الالعاب ايش قال لي؟ قال لي اذا تنزل فيفا من الستور الاماراتي تنزل لك عربيه اي عربيه رجيم 2 بعد ما ادري يا اخي بدل ما اشتري بدل ما اشتري فيفا ب 95 اشتري هذا نشوف كم لعبه 95 عبودي تقدر تسوي حسابك هذا الامريكي طن العاب 120,000 يا ابي بس باوعي هذا يجي كله انجليزي ما اريد انجليزي عربي انا يا ابي شو تسوي بالعربي؟ مثل فيفا يا ابي شيء